لما يشكر الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى. فهذا أولا مشروع إنساني قبل أن يكون عمل سياسي أو تنموي. ولما تضررت فيه أبناء المديريات الثلاث تضرر، وصل للإنسان، وصل للحيوان، وصل للمدرسة، وصل للطريق الاستراتيجي، حتى الحيوانات وصلت إلى أنها تأثر بهذا العمل الإجرامي الخبيث الذي تم زرعه. فهذا أكيد أن هذا عمل يعجز عن الشكر، عن التقدير، عن ما يبدر. الذي لم يشكر الناس ما تقوم به فشيء أكيد حاس باللآمة والسوء في هذا الجانب. رسالة أول نبلغهم الشكر والتقدير من خلالهم المشرفين والقائمين على هذا المشروع، كل الشكر والتقدير، عاجزين عن نعطيهم حقهم ما يستحقوه من واجب وتقدير واحترام. لا يسعنا إلا أن نشكرهم ونقدم لهم كل ما واجب علينا، كل ما يحتاجه أو يطلبوه منا كمساعدات في السلطة المحلية أن عون عامل ومساعد إلى جانبهم. نحن وجهنا المدراء العمومي في هؤلاء المديريات أن يكون عون عامل، ودع عن القوات المسلحة هناك الجانب الأمني أن يكون يسهلوا كل ما يحتاجوه ويطلبوه في هذا الجانب. فهذا الشيء مهما ثنينا، مهما شكرنا، مهما لنوا فيهم حقوقهم وما يستحقوه من حب وتكريم وشكر.